معانا على التليفون استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئه مترو الانفاق. برحب بحضرتك معانا استاذ احمد. برحب بستك يا فندم وبرحب بكل الساده المشاهدين. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ احمد. وانا بقدم الخبر قلت ما هياش المره الاولى وحضرتك كنت دايما بتبقى معايا واحنا بنقول هترفعوا تذكره امتى وقد ايه والتحديد هيبقى على اي اساس واتكلمتوا بعد يعني بعد كده قلتوا لا ده هيبقى بنظام المحطات يعني مش هتكون الزياده واحده على كل الناس، فممكن نفهم بقى اخر الموضوع ده ايه؟ وهي طبعا لتحقيق العداله الاجتماعيه لازم يكون المترو يعمل بنظام المحطات، بمعنى ان ما ينفعش حد يركب من محطه حلوان يجيب تذكره ب 2 جنيه ويستخدم بيها القطر الخط الاول وينزل محطه التحرير بنفس التذكره يركب الخط الثاني وينزل محطه العتبه بنفس التذكره ويركب الخط الثالث وينزل محطه الاهرام في مصر الجديده. فاحنا عندنا في يعني لف مصر كلها ب 2 جنيه. وبعدين ينزل بقى وهو راجع ينزل حلوان تاني بنفس الموضوع برضه ب 2 جنيه تاني. وبعدين ينزل يركب توك توك الشارع اللي ورا المحطه يدفع فيه 10 جنيه. احنا قلنا احنا عشان نحقق العداله الاجتماعيه اللي يركب محطه محطتين او 8 محطات مش زي اللي يركب 10 12 20 محطه. اللي يمشي 10 كيلو مش زي اللي يمشي في المترو 50 كيلو. فلازم يبقى ايه مترو الانفاق ينقل كل يوم حوالي 3.5 مليون راكب يوميا. مترو الانفاق هو ملك كل المصريين لازم نحافظ عليه عشان لو احنا ما حافظناش عليه المترو هينهار وهيحصل المترو مصر الجديده اللي هو الترمايه بتاع زمان احنا بنركبه زمان مش موجود دلوقتي. فاحنا لازم نحافظ على المترو. احنا عندنا خساير سنويه في المترو حوالي 100 مليون جنيه. عندنا حضرتك الخط الاول محتاج تطوير اللي هو من مرج الحلوان اللي هو شغال من 1987 بقاله اكثر من 30 سنه محتاج تطوير بحوالي 26 مليار جنيه. طبعا احنا مش بنحمل المواطن المليارات دي كلها، لا الدوله بتدعم. وعلى فكره لما تذكره المترو بتزيد هيفضل هتفضل برضه التذكره مدعومه مع الزياده اللي بتفكروا فيها؟ اه طبعا يا فندم هتبقى مدعمه وسيظل هو الارخص وسائل الانتقال داخل القاهره الكبرى. احنا بنقول ان المترو هو الارخص هو الاسرع هو الامن هو الانضف هو الاسهل وسائل الانتقال في مصر. مترو الانفاق هو شريان القاهره. حضرتك كان في عطل من حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع لما حصل تكدس مروري وفشل مروري كامل في وسط البلد. فحضرتك احنا لازم نحافظ على المترو، لازم يبقى فيه اقباليه من المواطنين على هذا الكلام انه يركب محطه محطتين مش يركب 50 60 محطه. وفي محطات جديده هيتم افتتاحها في الخط الثالث اللي هي المرحله الثالثه في الخط الثالث، وفي قطارات جديده دخلت الخدمه حوالي 20 قطر مكيفين لاول مره في الخط الاول ثمنهم 2 مليار و300 مليون، وبنشتري قطارات جديده ايضا ثاني في الخط الثاني والخط الثالث وشغالين في شبكه خطوط مترو انفاق بتعمل حاليا. طب استاذ احمد معلش انا برضو هناقش حضرتك في جزئيه وعايزه يعني تصوركم برضو انه ما نحملش الناس. انا عارفه المترو بيخسر وبندفع تذكره اقل من المفروض تدفع، لكن الوضع الاقتصادي صعب والناس مش مستحمله اي زياده، ويا ريت تكون الزياده محدوده. وانا فاهمه ان انتوا لسه بتدرسوا ولسه مش يعني واصلين لتصور اخير. نشيل مع بعض يعني الخسائر دي للمترو ما يفكرش في زيادة إيراداته بشكل تاني. قبل كده اتكلمنا عن الإعلانات، اتكلمنا عن تأجير المحلات، أو يبقى في حاجة مختلفة ممكن تشتغلوا عليها بحيث أنه المواطن مش لوحده هو اللي يشيل الفرق. نفسنا احنا بنعمل كده يا فندم، وفعلا متعاقدين مع شركة الإعلانات لمدة 5 سنين، فات منهم 3 سنين باقي سنتين. بس حضرتك فلوس الإعلانات دي ده مصاريف طفيفه جدا او قليله جدا بالنسبه لصيانه المترو. يعني حضرتك بقول لك لما بقول لحضرتك القطر الواحد دلوقتي ثمنه حوالي 280 250 مليون جنيه. القطر الواحد عشان تشتري قطر واحد دلوقتي حاليا في الوقت الحالي هيخش في 300 مليون و 280 مليون. حضرتك الموضوع حضرتك تكلفه الخط الثالث اللي هو تحت الانشاء المرحله الثالثه والرابعه والخط الاول والثاني المرحله الاولى والثانيه دي تكلفتها 80 مليار جنيه. تكلفه المرحله الاولى من الخط الرابع حوالي 30 مليار جنيه، فمش كده حضرتك في اعلانات ب 100 مليون ولا 175 مليون في 5 سنين، فمش هيعملوا ما يجيبوش حتى قطر يا فندم. شكرا جزيلا استاذ احمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئه مترو الانفاق، شكرا لحضرتك.